قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. سوف يكون عن الطموح. حسناً يا تلميذتي النجيبة، ماذا تريدين أن تكوني عندما تكبرين؟ لعبة جديدة؟ هل تسمحاني لي بالمشاركة؟ طبعاً. كنت تسألينني عما أريد فعله عندما أكبر. حسناً، لا أريد فعل أي شيء على الإطلاق. ماذا تعنين؟ لقد مللت كل شيء، لا أريد الذهاب إلى المدرسة ولا المذاكرة، أرغب فقط في البقاء في فراشي سعيدة. هذه فكرة رائعة، أحييك عليها. حنان محقة. ليجلس كل منا في مكانه مرتاحا دون فعل أي شيء، أليس هذا جميلا؟ هذا صحيح، كنت أعلم أنني رائعة. لكن يا أمي، يجب أن أذهب للطبيب غدا، أسناني تؤلمني قليلاً. ومن قال لك أنك ستجدين طبيباً؟ لو لم يذهب الناس للمدرسة ويجتهدون ويعملون، من أين سيأتي الأطباء؟ وهذا كان عنوان الدرس، الطموح. لو لم يمتلك الشخص طموحاً فلن يسعى لتحقيقه ولن تتطور الحياة. حسناً، لقد فهمت. لابد لكل منا أن يبحث عن دور يؤديه لتستمر الحياة. بالضبط، أحياناً نتعب من العمل أو المذاكرة، فيكون الحل أخذ قسط من الراحة وليس ترك كل شيء والتكاسل. فعلاً يا أمي، نشكرك. لقد عرفت الآن ماذا أريد أن أصبح عندما أكبر. ماذا؟ صانعة فشار ماهرة. وأنت يا نورة، ماذا تريدين أن تصبحي عندما تكبرين؟ أعتقد أنني أريد أن أكون مدرسة. لماذا؟ لكي أحمس الفتيات أمثال حنان، علي إيجاد هدف لحياتهن مثل ما فعلت أنت يا أمي. هاهاهاها